كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. غريب دابا دخلنا في حراك التلاميذ من حراك الريف الى حراك جرادة والمناجم دابا حراك التلاميذ والمدارس. واش ما نحبسوش ما تصدع هذا كنلصقوا في العنكبوت. اليوم الدولة بدات كتكا على تك 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 الجايزة المخروطة وده زادت تكلت عليها بزاف وتكت عليها راضي تحت لأنها مسوسة من الداخل. خلونا ما خصنا نحبسوا هذا الشيء وتصدع هذا راه ما صالح والو. لا حكومة مكلخة باباها خلقت لنا فوضى في البلاد على الساعة. واش غتناول بنتك في الظلمة تخرج تمشي تقرا باش يخليو ضربوها في الطريق؟ ودادي ما فهموهاش هادو لا يستحقون وجودهم في المغرب. غير يخويو المغرب عندنا ما نديرو بهم.